وفي سياق متصل قرر الاتحاد الافريقي لكره القدم تاجيل التصويت على المقعد العام الذي ينافس عليه هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره المصري الى شهر مايو المقبل. وكان الكاف قد استبعد ثنائي الجنوب افريقي داني جوردان ومرشح دوله جنوب السودان جابور ايلي ليتم تاجيل هذه المنافسه على المقعد وفتح باب الترشح لاعضاء جدد لحين انعقاد الجمعيه العموميه القادمه للاتحاد الدولي كونغرس الفيفا والمقرر إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة في 11 من مايو المقبل.